هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من CNBC عربية. أنا الطيب عبد الماجد، هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء. دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض رسوم بواقع 15% على الحديد المستورد. مصر تخطط للإعلان عن حوافز لشركات الرحلات الجوية المنخفضة التكلفة لمواجهة تراجع حركة السياحة. كونسورتيوم تقوده شركة الطاقة المغربية نيرفا يفوز بعقد لبناء 5 محطات تعمل على طاقة الرياح بقيمة 1,200,000,000 دولار. أهلا بكم من جديد. قال رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية المهندس سعيل العايض بأن موضوع فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد بواقع 15% لم يتم إقراره بعد، وذلك على الرغم من موافقة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال لدى وزارة المالية المزيد من الدراسات في الوقت الحالي ليعرضوا القرار على قادة الدول لإقراره في اجتماعهم المقبل. إذن أرحب بضيفي من جدة المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية. بدءا اسمح لي أن أرحب بوجودك معنا في البرنامج، وحدثني أولا عن الغرض من هذا التوجه نحو فرض 15% على الحديد المستورد، ما هي دواعي هذا الاتجاه؟ شكرا لك أخوي الطيب، وشكرا لمشاهديك، ومساء الخير للجميع. بداية لا شك أن السوق السعودي بالنسبة للحديد يمر بأزمة منذ فترة، وخاصة منذ بداية عام 2015. الكل يعلم أن هناك أسباب كثيرة، لكن من أهم الأسباب هو انخفاض أسعار الحديد بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين. الصين لا شك أنها تنتج أكثر من تقريبا 51% من إنتاج العالمي من الحديد، وبالتالي أي انكماش في الاقتصاد الصيني يؤثر بكل تأكيد على المستوى العالمي، والسوق السعودي هو جزء من هذا السوق العالمي ويتأثر بأي تأثيرات خارجية. انخفض بسبب العرض والطلب في الصين بداية، و كان عند الصين قرابة 100,000 طن في عام 2015 اضطرت أنها تصدرها للعالم الخارجي، وكان للمملكة نصيب جيد من هذا التصدير. في الواقع ليس هناك رسوم حمائية على واردات الحديد، وبالتالي أثر كثيرا في أسعار الحديد بالمملكة. تفضل. جيد، وصلت الفكرة، ولكن 15% التي من المفترض أن تكون كذلك في 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 سبيل الإجراءات الحمائية التي تحدثت عنها، يعني إلى أي مدى هي تنسجم ربما ومقررات منظمة التجارة العالمية لا تتعارض مع كل هذه الظروف؟ بكل تأكيد هذه لا تتعارض مع منظمة التجارة العالمية، ونحن جزء من هذه المنظمة، وهناك بلدان أخرى أعضاء في المنظمة مثل مصر وتركيا وماليزيا وما إلى ذلك فرضت رسوم حمائية على واردات الحديد تتفاوت بين 15 إلى 20 إلى 30 وربما أكثر من 30%. إلا أنه نعم تفضل، تفضل. اكمل المعلومة. نعم، إلا أنه إلا أنه للأسف الشديد لا زالت الرسوم منخفضة في المملكة العربية السعودية بواقع 5%. نحن طالبنا منذ فترة برفع الرسوم لحماية صناعتنا الوطنية. لا شك أنه وزارة التجارة تفهمت هذا الوضع، وكان هناك تنسيق بين وزارات التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، أقروا مبدأ تطبيق نظام الحماية الجمركية بواقع 15%. إلا أنه هذا الموضوع لا بد وأن يمر على وزارة المالية، لأن الجمارك تتبع لوزارة المالية. الآن الموضوع لديهم لمزيد من الدراسة، ونتوقع بإذن الله أن يكون
أو يعرض على مجلس التعاون في اجتماع قادة دول مجلس التعاون القادم بإذن الله. نعم مهندس سعيد، الآن دول الخليج ما هو موقفها من تطبيق مثل هذه الرسوم؟ هل تتفاوت من بلد إلى آخر؟ حاليا نعم تتفاوت. في على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية 5%، في الإمارات حوالي 5%، في قطر 15%، ولذلك هم بدأوا منذ فترة في تطبيق الحماية وما عندهم مشكلة، إلا أنه بقية دول مجلس التعاون تحتاج إلى هذه النسبة لحماية صناعتها. نعم، لنفترض أنه تم إقرار مثل هذا التوجه وبالتالي حدث هناك تناقص في الحديد المستورد تبعا لهذه الرسوم الزائدة، هل الإنتاج المحلي قادر على سد هذه الفجوة؟ نعم نعم، الإنتاج المحلي أو خلينا نقول سعة الإنتاج أو قدرة الإنتاج في المملكة تفوق ال 11 مليون طن سنويا، بينما احتياجنا في على سبيل المثال في عام 2015 بلغ حوالي 10 مليون طن. طبعا تم تأمين 9 مليون طن من الإنتاج المحلي، وكان هناك حوالي 800 إلى 900 طن ألف طن تم استيرادها ويعني استخدامها في المملكة في مشاريع المملكة. نعم، في المقابل أيضا هناك إشكالية في التصدير، وأنتم أيضا بذات الخطى التي تحاول من خلالها أن تفرض مثل هذه الرسوم الحمائية لديكم أيضا مساعي في مسألة التصدير، ما القصة؟ جميل، سؤال جميل وطرح جميل. فعلا مثل ما أشرت سابقا سوق المملكة يمر بأزمة كان من ضمنها عدم التصدير أو عدم الموافقة على التصدير، لأنه منذ عام 2008 كان هناك أزمة، وبعد الأزمة تم منع إيقاف التصدير لهذا السبب. انتفت الأسباب وطالبنا بفتح التصدير، إلا أنه كما تعلم التصدير في المملكة كان بقرار سامي، وبالتالي السماح بالتصدير لابد أن يمر من خلال القنوات الرسمية. الموضوع التصدير لدى المقام السامي ونتوقع صدوره قريبا بإذن الله. في حال التصدير هل تواجهون في الدول التي تصدرون إليها مثل هذه الإجراءات الحمائية التي تود أن تفرضوها هنا؟ تعتمد من دولة إلى دولة، بكل تأكيد لكل دولة رسوم حماية محددة، إلا أن التصدير سيطلق أيدي المصنعي الحديد في المملكة العربية السعودية. يعني دول مجلس التعاون تصدر أو نستورد منتجات حديدية من جميع دول مجلس التعاون، إلا أننا في المملكة لا نستطيع أن نصدر لأي دولة سواء كان من دول مجلس التعاون أو الدول الخارجية. لذلك التصدير سيحل جزء من المشكلة، لن يكون هو حل الدائم للمشكلة، لكن سيطلق أيدي المصنعين الوطنيين. سيكون هناك فرصة بإذن الله للدول المجاورة على الأقل تصدير الفائض من الإنتاج المحلي، لأنه من ضمن المشاكل التي تعاني منها المصانع الوطنية هو ارتفاع المخزون، وارتفاع المخزون كما تعلم يضغط على الأسعار ويضغط على المصانع ويسبب خسائر كبيرة للمصنعين. صحيح، خاصة نتوقع بإذن الله أن يكون حلا أو جزءا للحل الذي نطمح إليه، خاصة في ظل تراجع أسعار الحديد عالميا. سؤال أخير مهندس شعيل، الآن بعد أن مر هذا الإجراء، أعني الرسوم الحمائية المفترضة ب 15% على كل هذه القنوات والجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والآن في المالية لعرضه على قادة دول مجلس التعاون، هل في تقديركم باتت المسألة هي مسألة وقت فقط؟ فيما يبدو لي نعم هي مسألة وقت، لأن الجميع مقتنعين بالمشكلة ومقتنعين بأن هذا سيحل المشكلة، واستمراره بدون أو استمرار الوضع بدون فرض رسوم حمائية لحماية الصناعة الوطنية سيؤثر أو سيزيد الطين بلة، وسيؤثر كثيرا في المصانع الوطنية. جيد، مساءك سعيد، لن أقول مساءك حديد، المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية، وإن شاء الله الصحة دائما تكون حديد. شكرا جزيلا لك.
وهذا كونسورتيوم تقوده شركة الطاقة المغربية ناريفا القابضة بمناقصة لبناء واستغلال وصيانة 5 محطات مغربية تعمل على طاقة الرياح لإنتاج 850 ميجاوات بكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار دولار. أكد رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية محمد المصري بأنه بحلول العام 2021 فإن بلاده لن تستورد الغاز، مضيفا بأن حقل ظهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية سيكفي استهلاك مصر المتزايد من الغاز الطبيعي لعشرات السنين، وذلك وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالي. إلى ذلك قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع بأن بلاده تنوي الإعلان عن حوافز لشركات الرحلات الجوية المنخفضة التكلفة، وذلك في خطوة لمواجهة تراجع حركة السياحة. هذا وتعرض الحكومة المصرية على شركات السفر حافزا قدره 30 دولار للمقعد إذا كانت نسبة إشغال المقاعد على الطائرة بين 60 و90%. جدير بالذكر أن السياحة تساهم بنحو 11.5% من الاقتصاد المصري. إذن بعد إعلان دول الخليج عن خطط فرض رسمي فرض رسوم على الحديد المستورد، مصر أيضا تسير في ذات الاتجاه ولكن بشكل وطريقة أخرى. ما هو القرار الذي اتخذته مصر بشأن الحديد؟ الجواب بعد الفاصل. وقعت شركة نخيل الإماراتية لتطوير العقار مذكرة تفاهم مع الشركة العقارية السعودية، وذلك لتقديم الدعم الفني لمجموعة من المشاريع الجديدة المتعددة الاستخدامات في مدينة الرياض وما حولها. وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم نخيل خبرتها العريقة ومهاراتها في مجال التخطيط والتصميم العمراني وإدارة المشاريع الإنشائية وتصميم وإدارة مراكز التسوق التجارية ومشاريع الضيافة وتأجيرها. إذن من الحديد في السعودية إلى الحديد في مصر، وزير الصناعة المصري طارق قابيل قال بأن بلاده ستخفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وكانت مصر قد خفضت بشكل حاد الدعم للغاز الطبيعي إلى بضع صناعات خلال العام 2014، مما زاد أسعار الغاز بما يتراوح من 30% إلى 75%، وكان ذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتقليص الدعم. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري. دكتور مساء الخير، شكرا لوجودك معنا. بدءا، كيف تقرؤون هذه الخطوة بتقليل كلفة الغاز لمصانع الحديد والصلب؟ هي خطوة إيجابية للغاية وإحنا بنطالب بها بقالنا فترة طويلة الحقيقة، لأن من وقت ما زاد الغاز لسبعة دولارات للمليون وحدة حرارية حصل تقليل للطاقة الإنتاجية في مصانع الحديد والصلب وأصبحت الصناعة غير تنافسية. القرار ده احنا شايفينه إيجابي جدا لأنه هيؤدي إلى زيادة الإنتاج وإلى تقليل الاستيراد، ودي يمكن أهم حاجة فيه أنه هيؤدي إلى تقليل الاستيراد. فيما يتعلق بالحديد لديه مشاكله الخاصة في تراجع أسعاره العالمية وبالتالي الضغط على هذه المصانع، هل ينسحب هذا التوجه في تقديرك على بقية الصناعات؟ أي من الممكن أن يكون إيجابي لو تم أيضا تقديم مثل هذه التسهيلات لها؟ بالتأكيد هيكون إيجابي. احنا كنا طلبنا نفس التخفيضات على مصانع الزجاج السنة اللي فاتت، وفعلا تم الحصول على تخفيض لصناعة الزجاج المسطح وأصبحت في موقف أكثر تنافسية، وطبعا نأمل أنه يمتد إلى مصانع السيراميك والبورسلين. نعم، ولكن الحكومة تنوي من خلال ربما رفع الدعم أو تقليصه تحقيق موارد هذه المصانع قادرة على إيجادها. من يتحمل ذلك؟ يعني هل تعفى المصانع ويتحمل المواطن هذه الزيادات مثلا؟ لا، الحقيقة المصانع بالنسبة للغاز ما عادش في دعم. هو الدعم موجود حاليا في المواد السائلة، يعني يمكن البنزين والسولار والمواد المازوت أو الزيت الثقيل مدعم فعلا. الغاز النهاردة حضرتك بنتكلم على 4.5 دولار، لو قارنا المصانع السعودية هنلاقيها بتحصل على نفس الغاز بدولار وربع.
فنعتبر بالمقارنة للدول المحيطة بنا احنا بندفع اكثر بكثير. الآن في ظل هذه الظروف، وأنت تعلم أن مصر ربما تحاول الخروج من عنق الزجاجة في بعض الظروف المعقدة، سياحة تتراجع لكثير من الأسباب، ودولار يشتعل، أين هي الصناعة من هذه المعادلة؟ والله الصناعة عانت معاناة كثيرة جدا، لأنه مش قادرة تدبر احتياجاتها من الاستيراد بالنسبة للخامات المستوردة. فالصناعة الحقيقة تعبت، فإحنا بنحاول نعمل الآتي. حضرتك الفكرة بتاع التخفيض امبارح بتاع الغاز بالنسبة للمصانع، بالذات الحديد المختزل اللي هو بيستخدمها كخامة، اللي هيحصل ايه؟ ثلاث مصانع كبيرة جدا مصرية اللي هي بتعمل مكورات الحديد او البيلتس او هي الخامة اللي بتدخل في الحديد، كانت بتستورد بمليار و100 مليون دولار من الخارج، والاموال دي مش موجودة او الدولارات مش موجودة. تخفيض السعر اللي حصل امبارح كان باتفاق مقابل انه الحكومة بتخفض السعر مقابل المصانع تنتج الخامات المطلوبة للحديد بكامل طاقتها. إذا المصانع أنتجت بكامل طاقتها هنقلل الاستيراد بمليار وواحد من عشرة دولار، يبقى في الحالة دي خفضنا مليار وواحد من عشرة مليار دولار، مقابل أن الحكومة أدت دعم تقريبا أو ما يسمى بتقليل تكلفة ب 200 مليون دولار، يبقى الاقتصاد المصري هيعود عليه ربحية ب 900 مليون دولار نتيجة لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه هيقلل الاستيراد وهيساعد على زيادة التصدير. المعادلة مقبولة. أنا أشكرك الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، معقبا على موضوع تقليص الدعم وإعادته من جديد عبر تخفيضه لمصانع الحديد من الغاز. شكرا جزيلا لك. ذكر بنك فالكون برايفت ويلث بأن قيمة الثروات التي يديرها انطلاقا من السوق الإماراتية في الوقت الحالي تصل إلى 2.5 مليار دولار، وأشار إلى أنه يستهدف رفعها إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا وقد منحت سلطة دبي للخدمات المالية موافقتها النهائية لفرع البنك في دبي على الترخيص للعمل من مركز دبي المالي العالمي. دعا مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح إلى تطوير حركة الشحن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال التقدم إلى إقامة ممر تجاري موحد يتيح انتقال الشاحنات دون عوائق، وأكد على أهمية التعاون بين السلطات الجمركية وغير الجمركية للعمل على تبسيط الإجراءات واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات نقل وإرسال المعلومات وتبادلها. وقعت شركة صدارة للكيميائيات اتفاقات استثمارية مع شركات متخصصة في قطاع الصناعات التحويلية بنحو مليار ونصف المليار دولار لإنشاء مصنع في منطقة البلاسكين بارك، وهو مشروع مشترك بين شركة صدارة للبتروكيماويات والهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير. للتعليق على ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من الظهران المهندس محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات التحويلية والكيميائية في شركة صدارة للكيميائيات. بدءا دعني أرحب بك، وحدثني عن شكل الاستثمارات التي تستهدفونها والقيمة المضافة لها. أهلا وسهلا بكم، مساء جميل لك ولضيوفك سيدي الكريم. طبعا أولا خدني أقول لك أن شركة صدارة هي شركة متخصصة وجديدة في السوق المحلية وسوق منطقة المنطقة العربية. احنا في صدد استقطاب استثمارات متخصصة تبني على منتجات صدارة المتنوعة. الغرض هو طبعا تحويل المنتجات المتخصصة النهائية الى منتجات استهلاكية نهائية تستهلك داخل منطقتنا العربية، المملكة العربية السعودية، منطقة الخليج وما يعرف منطقة المينا ريجن. وبالتالي نكون نقلل من استيراد المواد النهائية ونخلق قيمة مضافة داخل بلادنا. جيد، ما هو الدور الذي تلعبه صدارة في تنمية استثمارات هذه الصناعات التحويلية في المملكة؟ طبعا كون صدارة شركة مبنية على تكنولوجيا متميزة، حيث أنها 14 معمل من المعامل التي يتم بناءها الآن وهي 26 معمل، هي معامل متخصصة وستقدم منتجات
جديدة تطرح في السوق المحلية لأول مرة. فلنا دور مهم عن طريق التعامل مع الشركاء المؤسسين اللي هم أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال لاستقطاب مستثمرين عالميين يكون عندهم تكنولوجيا متخصصة تحول منتجات صدارة إلى منتجات نهائية يتم استقطابها في السوق المحلية. فنحن نستغل علاقات أو نستفيد من علاقات الشركاء مع المستثمرين والموردين الموجودين في أماكن كثيرة من العالم، ونقوم باستقطاب هؤلاء الموردين ليكونوا موجودين في المملكة لسد ثغرات لا علاقة بصناعة النفط والغاز مثلاً، ولا علاقة بصناعة السيارات أو الأدوية أو منتجات لا علاقة بالبناء مثل منتجات الطلاء أو العزل الحراري. كل هذه المنتجات يتم استقطابها عن طريق شركات متخصصة بتصنيعها من أجل أن تبنى مصانع لها داخل المملكة، وبالتالي زي ما ذكرنا سابقا نقلل من الاعتماد على التصدير ونخلق قيمة مضافة ونزيد من قيمة الصادرات التي تصدرها المملكة إلى العالم الخارجي. جيد، أشكرك على هذه الإجابة. قرأنا في الخبر أيضا بلاسكين بارك، مشروع مشترك بين شركة صدارة للبتروكيماويات والهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير، حدثني بتفاصيل أكثر عن هذا المشروع. طبعا بلاسكين بارك هو مجمع صناعي يتم تطويره على مستويات عالمية. الغرض من المجمع هو أن يكون المكان المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم استقطابها الآن من السوق المحلية ومن السوق العالمية مثل ما ذكرنا سابقا، ليقوم بتصنيع منتجات صدارة أو المنتجات الأخرى المتوفرة في السوق حاليا لتصنيعها ولتحويلها إلى منتجات نهائية. مجمع بلاسكين هو مجمع مختلف عن كل ربما المجمعات الصناعية الموجودة، لأنه يقدم أولا خدمات القدرة على التفاعل الكيميائي. أي هناك منطقة مخصصة في بلاسكين تساعد المستثمرين الكبار لتحويل منتجات بعض المنتجات صدارة والمنتجات الأخرى عن طريق تفاعل كيميائي إلى منتجات أيضا متقدمة. وهناك جزء من المجمع يكون للصناعات الخفيفة التي تكون عادة معنية بتحويل المنتجات إلى منتجات نهائية قابلة للاستهلاك داخل السوق المحلية أو السوق المجاورة. نعم. احنا طبعا تم تطوير هذا المجمع على مراحل، انتهينا من مرحلة واحدة وهي تطوير 3 كيلومتر مربع. طبعا التطوير يقوم بالهيئة عن طريق الهيئة الملكية للجبيل وينبع، يقوم بعمل جبار لتطوير هذا المجمع اللي زي ما تفضلت ذكرت انه حجمه 12 كيلومتر مربع. الغرض منه على المدى الطويل ان يستقطب صناعات متعدده تكون تساهم بخلق قيمه مضافه في السوق المحليه. نعم. مهندس محمد، سؤال اخير لو تكرمت، حدثني عن تاثير تراجعات اسعار النفط على قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويليه. طبعا التوجه الآن في البلد هو أن نخلق قيمة مضافة من المنتجات التي يتم إنتاجها وتصديرها خارج المملكة. يعني مثلا احنا في تاريخيا كنا ننتج منتجات تعتبر سلعية او ما يعرف بالمنتجات او السلع او الكوموديتيز. التوجه الآن هو التوجه الى إنتاج منتجات اكثر تخصصا، وتكون بالتالي بعيدة عن الارتباط المباشر بالتذبذب الذي يحدث في أسعار النفط. فكلما اتجهت إلى منتجات متخصصة بعيدة عن ما يعرف بالسلع يكون علاقتها بأسعار النفط أقل. فهذه المنتجات يكون لها علاقة بعوامل اقتصادية أخرى وليس بالضرورة لها علاقة بأسعار النفط والغاز. أنا أشكرك المهندس محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات التحويلية والكيميائية في شركة صدارة للكيميائيات. شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف من الظهران، وكنتم معنا أنتم مشاهدين متابعين لجلسة الأعمال من CNBC عربية. أشكر حسن متابعتكم، تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، منتج هذه الجولة زبيدة ميري، مخرجها
سلمان زين الدين، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية زين.